شكرا للزميل الأخضر بريش. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم مشاهدينا متابعينا في كل مكان، هنا وبالتحديد في ملعب اللقاء، ملعب رامون فانشيز بوثوخوان. أمامنا هنا في هذه اللحظات الدوري الإسباني 2018-2019 ضمن فعاليات الأسبوع 25 في لقاء كلاكيت. خامس مرة هذا الموسم لعب معا في بداية الموسم في مباريات السوبر اللي كانت لعبت في طنجة، لعبت في المغرب، ثم التقي معا في مسابقة الدوري، ثم التقي أيضا في الكأس في الربع النهائي. وهنا في هذا الملعب اللقاء يأتي ما بين إشبيليا صاحب المركز الخامس برصيد 37 نقطة، تراجع بعد فوز ختافي، تتقدم إلى المركز الرابع برصيد 39 نقطة بعد فوزه في مباراة اليوم على رايو فايكانو منذ لحظات، ونادي برشلونة المتصدر برصيد 54 نقطة. دقيقة صمت على روبرتو أليس في هذه اللحظات. لعب أيضا فريق نادي طبعا إشبيليا وكان قد تفوق. بوسكيت، فيدال، ميسي وسواريز وكوتينيو، هدف أول ضائع هنا، ودائما وأبدا السد المنيع فيها نادي إشبيليا، وأدار أيضا مباراة إشبيليا وفريق نادي ريال مدريد. في وسط الملعب اثنين يعتمد عليهم هجوميا، كل من برومس طبعا لاعب برومس والواد إسبانيول. أدي الانطلاقة، سواريز يبحث عن هدف في مرمى إشبيليا، لم يسجل سواريز. قال الخبر دقائق الأولى هنا في ملعب رامون سانشيز باثخوان، وأدي الرأسية، لكن على طول قات حاليا عن من يلي نادي أتلتيكو مدريد اللي عنده مية. وحاولت إشبيليا فرق السرعة، نافاسا في سرعة، في مهارة، في كرة عرضية قوية قوية، الكرة اللي كان غايب ولا حركه ثلاث شهور. ادي انطلاقه سيميدو، الهات وخد والاعاقه، فوز على المستوى المحلي. وامامنا هنا محاوله عن التهديف لويس سواريز، محاوله المرور، يمرر الكره، استلام لميسي، التسديده، لكن المره دي بقى النهارده تراجع المركز الخامس بعد فوز ختافي على رايو فايكانو. ادي امامنا الضرب والتدخل وفاول يحسب على طول، ومحاوله المره دي حاول يلعب على طول سرابيا، الكره الخطيره، ويبر يصلح، لكن شوف العوده بوسكيتس، بداية الهجمة دائما وأبدا بنراها لدى برشلونة لكن بتتأخر، وتمريرة يبدأ فيدال مكان سيرجي روبرتو، ويبدأ أيضا كوتينيو مكان ديمبلي. ثلاث تعديلات سابقين، مرور حلو قوي من لويس سواريز اللي عدى ومرر وسلم ميسي عايز يديله مرة تانية. 2-2 في العام الماضي، 2-1 في الدور الأول، وأدي أمامنا بنتابع الدور الأول هذا الموسم. أربعة تحرك المرة دي ومحاولة المرور، سرابيا الخطير، أدي بين يدن يرقص ويلم، حلوة حلوة حلوة، لكن هنا التدخل في اللقطة الماضية من جانب كان مع الفريق في آخر لقاء. استلعب أمامنا من جانب ميسي ومحاولة المرور، لكن وانطلاقة حلوة أوي بين يدن، وأدي استلام نافاس والهدف الأول هنا من جانب نافاس، هجمة سريعة، والكرة اللي نجح ذكاء بابلو ماتشين انه يضع اصحاب السرعات في مباراة اليوم، يستغل اندفاع قلبه هجوميا، يستغل اندفاع ساميدو، يستغل الزيادة العددية، بنيدر عمل التمريرة الرائعة، وانا بس امامنا هنا تقدم وسجل بهذه الكيفية الرائعة في هدف. يعني حسينا بقدومه في هذه المباراة، لأن البارسا اللي بيبحث عن هذه الهجمة، بص الكرة اتقطعت من اللاعب ميسي، شوف برومس عاملها ازاي، وادي الانطلاقة الجميلة الحقيقة، والمساحة بنيدر وسرابيا خد معاه عيون المدافعين، وادي أمامنا تغطية بيكي طبعا متأخرة جدا، لكن اللمسة الأخيرة رائعة من جنب اللاعب أمامنا، هو المميز جدا اللاعب نافاس من الجنب الشمال اللي فيه قلبة، اللي دايما شاغر وخالي، لكن أمامنا هنا يضعها بقى. آخر هدف ليه في الليجا كان في مرمى فريق ليجاناس، وراسية من فيدال، وراسية شغله إيبان راكيتيتش. أمامنا هنا في ملعب عارفه كثيرا، ودي اللمسة، اوعى ميسي يجيلك ميسي، ادي امامنا هنا يظهر في هذه اللقطه ميسي في مرمى يعرفه بشكل رائع، واي هدف واي متعه واي روعه عندما ياتي ميسي بمثل هذه الاهداف، اعرف ان اليوم هو يوم البرسا.
ميسي التعادل يأتي في الدقيقة 26 بهذه اللمسة الإبداعية، الهدف رقم 22 في هذا الموسم في إطار الدوري بعد 114 تسديدة، لكن هو الهدف الأروع والأجمل واللي هيرشح لجائزة بوشكاش. بص شوف ميسي يا ولد يا ولد، لا توماس فاشلك بقى ولا لو جبت بالوب ولا ديفيد سوريا ولا دييجو لوبيز ولا بيتو ولا سيريجو، كل دول حراس مرمى سابقين على فكرة لنادي إشبيلية في الأعوام الأخيرة. قرار والتوجيه والدقة واللمسة والإبداع، أي إبداع اللي ضاغط. ادي استلم على طول من جانب ميسي، البحث على هدف ثاني راسيه ولكن كره ابديتي الانطلاقه، اوه ادي تحول راس حربه ولم وعدى عدى واول الايسر من الملعب ويمرر امام راكيتيتش ملعوبه، لكن العمق الدفاعي المره دي ليفر بانيجا لبروميس معموله حلوه قوي على رجله الشمال. يا ولد يا ولد، عايز روغه والعرضيه لكن التغطيه الدفاعيه شيل على طول قلبه، ضغط المره دي ميركادو وتدخل. المباراه الاخيره برشلونه فاز في 9، ادي بنيد العدى والمسك على الكيف في اللقطه الماضيه في التقدم مره ثانيه. ميركادو يعمل العرضيه ميركادو لكن يطلع بيكي الى خلف سرابيا ويحاول يلحق ويلحقها وميركادو، مش ممكن مش ممكن مش ممكن في هذه اللقطه دفاع البارسا في خبر كان والخبر ياتي هنا ويسجل ميركادو الهدف الثاني في اللقاء. اي متعه اي روعه لم يتوقعها الكل، وقف خلاص قال لك سرابيا لن يلحق بالكره، ولكن هذه المره جابرييل ميركادو هو من يسجل في هذه اللقطه، لم يسجل بن يندر ولم يسجل بروميس، ولكن سجل الأرجنتيني اللاعب جابرييل ميركادو، كان أغلى أهدافه في السوبر كلاسيكو في مرمى البرازيل في 2017، لكن يسجل أغلى الأهداف هنا. شوف الأمامنا المساحات، ماذا تفعل يا ألبا وبوسكيتس، والكل توقف والكل أراد أن تكون إلى خارج الملعب، ولكن درس هنا في هذه اللقطة. رأي آخر حيث سجل الهدف الثاني الجميل في الدقيقة 42، 2-1 الفريقين في الدور الأول، 4-2 في الكاب نو، أيضا كان بينهم سوبر نافاس سجل هدف جميل في الدقيقة 22، ودي الكرة الملعوبة المطالبة بلمسة يد على ألبا، التسديدة القوية المرة دي من جانب ميركادو. 20 مباراة في الدوري خاضها أمام إشبيليا، 26 هدف يصل إلى 34. ديمبلي المميز، انطلاقات ميسي، البحث عن التعادل، ودي استلام على طول كوتينيو المستمر اللي لعب مع ايطاليا لقائد ولعب مع الارجنتين بعد ما لعب. والادوار الهجوميه في الطرف الشمال امامنا هنا في غياب اسكوديرو، على طول تغطيه دفاعيه امتنا بس، وادي امامنا انطلاقه هنا ومحاوله، وادي هدف التعادل يضيعه ديمبلي، الكره من سواريز وسقوط هنا لعثمان ديمبلي في اللقطه الماضيه، هدف التعادل يضيع. عثمان ديمبلي اللي سجل في الدوري هذا الموسم 8 اهداف اوروبيا، سجل كان باسكيز بديلا، سلام من جانب ميسي، ميسي راوغ، ميسي سدد، ميسي يبحث عن التعادل، ولكن يعني البعض كان ينتظره هو اللاعب اندري سيلفا. ادي الكرات العاليه، ادي التغطيه، لكن يا ولد الملعب تحسن اداء بوسكيت، تحسن اداء راكيتيتش، البارسا قادر على العوده، لكن المره دي مقطوعه الكوره او الملعب، ضغط نادي برشلونه، محاوله سواريز عدى وفات وانطلق سواريز، لكن سيمون كار وركنيه هنا دون المساس ودون الحصول، يعني من شهر من نهايه نوفمبر وهو غائب عن المشاركه. ادي تدخل من مأزق الخساره هنا في ملعب اللقاء، وادي امامنا الكرات العاليه، صراع سواريز استطرف في الشمال، وادي انطلاقه، وادي الاستلام سيرجيو روبرتو، سواريز الى ايفان راكيتيتش، راكيتيتش المرور والمراوغه والضغط فوق 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 سيرجي جوميز، ثم عوده فيبر واصابه فيبر، ولكن ميسي في طريقه للتعادل، الطريق الى التعادل هنا في هذه اللقطه، ميسي يسجل الهدف رقم 35 في مرمى اشبيليا وهدفه رقم 27 في 25 مباراه، هدف التعادل في الدقيقه 67. ميسي في هذه الكرة وفي هذه اللقطة مر بالقدم الشمال على الطاير في المقص ومر بالقدم اليمين في هذه اللقطة. ادي الخطأ الكبير من توماس فاشلك الحارس التشيكي في تمرير الكرة هنا، والخطأ في اعادة الكرة من كاير، ثم مرة ثانية بقى يضغط ويقطع امامنا اهو راكيتيتش، والكرة اللي اتلعبت بشكل رائع من ديملي والاستلام بالشمال يمهد وباليمنى يسدد، ياتي هنا في هذه اللقطة بهدف التعادل.
فرانكو فاسكيز يمرر كرة حلوة قوي لنافاس، طويلة طويلة الكرة على نافاس، لعب مستمر يلم أمامنا ميسي، يبحث عن زاوية التسديد وفي البعيدة يا ولد ميسي في كوم ولعبت الكرة كلها في كوم تاني. بص أمامنا أمادو إبراهيم حط جسمه وديمبلي عدى، ديمبلي فات وديمبلي يعمل عرضية قوية سريعة المرة دي. نافاس عودة مرة تانية من جانب إشبيليا للتنظيم والأداء الهجومي، ولكن أوبتيتي ديمبلي يلف كرة حلوة كرة ترتد الثالث، ولكن المرة دي تطول من كوتينيو، تحرك المرة دي فاسكيز راكيتيتش ديمبلي يلف كرة عرضية خطيرة، نافاس يبعدها وميسي على الطاير وأمامنا لمسة يد، لمسة حلته وسعيه للفوز بلقب الليجا هذا الموسم ألينيا، وادي أمامنا ميسي الهاتريك، خلاص الهاتريك خلاص، هي الكرة حباها، هي الكرة تحب اللي يحبها، ويأتي هنا ميسي بالهاتريك ويأتي في هذه اللقطة بإبداع، وأي إبداع كرة ألينيا، الكرة إيه وقفت عشان ميسي يضع الهاتريك في هذه المباراة، ويضع ميسي الهدف رقم 36 ليه في مشواره ورحلته في مواجهة إشبيليا والهاتريك